في الذاكرة الوطنية وبمناسبة إحياء الذكرى 67 لاستشهاد الشهيد الرمز العربي بن مهيدي، تنظم وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع وزارة المجاهدين بدار الأوبرا بعلم بسايح العرض الرسمي الشرفي لفيلم بن مهيدي، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للإعلام برئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الأسرة الثورية.